ديفيد باترايس رئيس CIA، كان جنرال في الجيش الأمريكي، وأوباما رقاه وعينه وسواه رئيس CIA. هذا ديفيد باترايس. خلوا أوريكم زوجة ديفيد باترايس. هذه زوجة ديفيد باترايس. لا مو صاروخ. حلو. خلنا أوريكم الحين المسترس. المسترس خلنا أوريكم عشيقة ديفيد باترايس. هذه عشيقة ديفيد باترايس. هذه صاحبتها كانت اي فول فور يو. عرفتوا اللعبة الحين؟ عرفتوا السالفة الحين؟ هذه قصة ديفيد باترايس. شلون ركزي معايا يا ربع، شلون رئيس CIA جهة استخباراتية got compromised. شلون رئيس CIA got compromised. هذه جت له قالت له يا طويل العمر أنا كاتبة، أبي أكتب عنك بايوغرافي، سيرة ذاتية. هو شافها كان يطلع طلعت الحماسة، يعني هو شاف نفسه إن أنا صرت رئيس CIA، أنا خليت الحرب في العراق، أنا خليت ما أدري شنو، أنا كنت جنرال في الجيش. هذه اللي معاه لبنانية. لبنانية هذه الربع تعرف عليها في وسم ويست بالم بيتش، في مانشن مثل قصر حق الأغنياء، عن طريق واحدة يسمونها سوشالايت. فول فوري السلام عليكم. تعرف عليها في المكان هذا حفلة، نفتقد حفلات دونالد ترامب، حفلات جيفري أبستين، حفلات السوالف هذه. اكتبت معاه كتاب، بلشت معاه، انقلبت العلاقة من سيرة ذاتية ومجرد كاتبة إلى حبيبة وعشيقة وعلاقة حميمة من الدرجة الأولى. بس لحظة يا طيب، أنت مو مجرد مشهور قاعد تخون زوجتك، مو هذه السالفة. أنت رئيس CIA جهة استخباراتية، آخر شيء أنت رئيس وعميل CIA رقم واحد، تبي أن تعرض نفسك إلى بلاك ميل، إلى ابتزاز، إلى أسرار دولة روح. ركزوا معايا يا ربع، أنت مش مجرد مشهور. حلو. أنت مش مجرد مشهور البنات حوالينك، أنت رئيس CIA كونت معاه علاقة حميمة وطيدة، لدرجة أن يوم غزوا ليبيا يوم الأمريكان، تذكرون يا الربع نفس تاريخ 9/11/2011، يوم ناس دشوا السفارة الأمريكية في ليبيا وفجروا فيها وسووا اللي سووا. تذكرون القصة هذه ولا لا؟ الأمريكان قالوا هذه مجرد سفارة. التكرار يعلم الشطار طال عمرك، ركز معي ماشي. الأمريكان قالوا مجرد سفارة، الليبيين قالوا هذه داخلها CIA. هذه طلعت بالتلفزيون بلقاء صحفي قالت إن فعلا اللي داخل كانوا CIA، وكان في الملحق للCIA داخل السفارة. السفير مات ومعاه اثنين كانوا يشتغلون للCIA، وكانوا ثلاثتهم أربعتهم داخل ملحق CIA داخل السفارة. قالت الكلام هذا زي انك شتى شوف، كلمت الإعلام وقالت إن في ملحق سفارة داخل، في ملحق CIA داخل السفارة. لحظة، منو قال لك هالمعلومات؟ حتى الكونغرس الأمريكي ما يعرف، حتى مجلس الشيوخ ما يعرف أن فعلا في ملحق للCIA داخل السفارة، وأن الناس اللي ماتوا مع السفير يوم ذبحوهم في ليبيا الثلاثة الآخرين كانوا CIA. كان تقول لهم قريبا راح تسمعون الأخبار. فالناس شكت فيها، الـ FBI شكوا فيها. قال تعال لحظة، منو هذه اللي عندها معلومات حتى رئيس أمريكا ما عنده؟ شنو؟ قاعد تكتب سيرة ذاتية حق منو؟
رئيس السي اي اي تعال 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 انت شم هبب شنو قايل اول شيء هذه منو ومتى اخر مره نمت معاها وصورت لك ولا سجلت لك تعال 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 وهني الربع انفضحت السالفه وهذا اللي صار اوباما قال له شوف حبيبي انت انفضحت واللي صار صار احنا ندري قاعد تخربط كيفك انت انسان انت بتخربط كيفك بس انت ما تقدر تخربط انت رئيس السي اي اي راح تخربطنا معاك اعتزل طال عمرك قدم استقالتك قبل لا اشوتك من مؤخرتك وفعلا ديفيد باتريس قدم استقالته وسبب الفضيحة يوم انه مع هاللبنانية الشمحوطة ما انتهت القصة راحوا ورفعوا عليه قضية داخل امريكا ان انت نشرت classified information انت رحت نشرت classified information يعني انت طلعت اسرار الدولة حق انسان ما له مدخل حق اسرار الدولة وهذا يعاقب عليه القانون وهذه هي الربع قصة ديفيد باتريس وصاحبته اللبنانية اللي تعرف عليها في West Palm Beach عاد يقول لكم ديفيد باتريس كان مرشح انه يصير رئيس امريكا كان كاريزما وقوة وعنده ريكورد عنده سجلات حافلة الريال يعني وصل صار رئيس ركن فريق بالجيش الامريكي لولو تانكيو دار الحروب في العراق وافغانستان ريال واصل له علاقات دبلوماسية عالمية جمهوري كان المفروض يرشح نفسه 2012 كان المفروض ينزل انتخابات انه هو يصير رئيس امريكا وصل انه يصير رئيس السي اي اي شنو صار بعدين رفعوا عليه قضية ان انت طلعت اسرار الدولة ولكن بما انه واصل سياسيا قالوا له استريح ما راح ترشح نفسك ما حد راح يوافق على السالفة هذه ما راح نعطيك جناية راح نعطيك جنحة راح نطيحها من جناية درجة أولى إلى جنحة درجة ثالثة ادفع غرامة وغيب عن الساحة سنة سنتين وخر توه ديفيد باتريس بدأ يظهر في صحات الإعلام مرة ثانية وقام يتكلم وياخذ يعطي ديفيد باتريس بس تبون الصراحة يا الربع طب معلومة إذا هذه زوجته تبي الصراحة معلومة يروح مع الشحرورة إذا هذه زوجته الصراحة معلومة إذا هذه زوجته الصراحة هذه صورة يمكن صغيرة بعد هذه يوم صغيرة يمكن في لها صور الله يستر علينا معلومة هذه شوفوها معلومة إذا هذه زوجته يا أمزح يا رماع يا الربع this is a show man this is a show we just talk shit man this is a show we talk shit man يا جماعة مو جاي أخطب عليكم صلاة الجمعة a show man this is a we talk shit show man نضحك نطنس وخلاص it's a show man this is the Bahari show we just talk shit man طهرب هاللبنانية عشان كذي قالها عبد الله رويشد لا تلومونه اسال بحاري شو مان وهذه اللي قالت حق الاعلام وهذه بوريكم اياها لبنانيه واحده ثانيه تغار من اللبنانيه الاولى انها ضبطت رئيس السي اي اي تغار منها هي اللي قالت حق الاعلام ترى هذه مو مجرد سيره ذاتيه قاعد تكتب ترى هذه صاحبته وهذه الربع اللي فتنت عليك هذه اللي قالت حق صاحبه حق الاعلام ان ترى هذه مو مجرد قاعد تسوي سيره ذاتيه هذه ترى صاحبه رئيس السي اي اي تامبا سوشالايت هذا اللبنانيه اللي فضحتهم كلهم والله العظيم اللبنانيه يسرحون يروحون بامريكا ها هتتكلمون عن يهود امريكا تكلموا عن اللبنانيين امريكا تكلموا عن اللبنانيات امريكا ها صح ولا لا ها وربي هذه شوف مستوى قصص اللي قاعد اقول لكم اياها هذا مستوى ولا دواوين يعرفونها ولا اعلام يعرف ولا جزيرة ولا حرة ولا سيانان العربية ولا العربية ولا من هالقصص هذه ما تسمعونها أي مكان ثاني إلا عند ياسر البحري فلهم جياكر خير إن شاء الله اللي ما يطول عنقود خير إن شاء الله خلك ما قلنا ملكات جمال بس لا تقول جياكر اتق الله يا أخي لا تقول جياكر بلدوزر وسب والله العظيم أضبطكم بالقصص السنة ورب البيت يعطيكم قصص
لا صارت ولا استوت حبيب بلدوزر. أنا عشت بأمريكا 23 سنة، عشت 10 سنوات في مدنها وجامعاتها وضواحيها، وعشت 13 سنة في سجونها. فحياتي كانت داخل أمريكا، سواء أخبار، راديو ستيشنز، جرائد، مجلات، قصص، كتب، كل شيء أمريكا في أمريكا. يعني ما قعدت وسمعت شو الجزيرة قالت ولا العربية قالت، ولا أدري عنهم ولا دروا عني. يعني من غمس في ثقافة الأمريكان 23 سنة. سبة ترى اعتبرها هذا، عز الله أنك أمريكي، ترى سبة اعتبرها هذا، سبة ترى اعتبرها، لأن الأمريكي ما يغسل جسمه من وراء لما يروح الحمام عزك الله وشيخ، اعتبرها سبة ترى هذه، اعتبرها سبة ترى. أسحبها أقول لك، ما اعتذر اعتذر اعتذر. يا الربع المقطع اللي انشهر حق ياسر البحري يوم يتكلم عن عن إذا دخلت سناب مشهورات، إذا دخلت سناب مشهورة، المقطع اللي انتشر اللي لف حول العالم around the world، المقطع اللي انتشر اللي مكتوب إذا دخلت سناب مشهورة، تذكرونه ولا لا؟ تذكرونه ولا ما تذكرونه؟ منو عنده المقطع هذا؟ منو عنده المقطع هذا؟ منو شافه؟ منو عنده؟ ممكن يا الربع تشيرونه وتدزونه حق المشهورات، ان ياسر البحري طالبكم، ممكن تدزونه يا الربع مسج حق المشهورات، دزوه على فور فن. شكرا، كفو والله، كفو 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 يا الربع، بس دزوا لهم، دزوا لهم وسلموا عليهم، خلي يعقلون ماشي، لان هذا يعتبر غش تجاري ترى، كفو والله، خل يعقلون، لان هذا يعتبر غش تجاري ترى. ديفيد بتريس باعها وخربها مع عشيقته، بس مع احترامي لو تشوفون زوجته ما لوم الصراحة، ما لوم الصراحة، بس اللوم وين يا الربع؟ يوم انك انت رئيس CIA، انت وظيفتك انك تبتز الناس، مو الناس يبتزونك. انت يا رئيس CIA وظيفتك انك تبتز الناس، تصور لهم، تطيحهم في اخطاء عشان تمسكها عليهم. انت رئيس CIA تخلي واحدة لبنانية تمسك عليك وتفضحك. وهذا بكل اختصار اللي صار مع ديفيد بتريس.